السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريبا كي داير؟ بخير. أهلا وسهلا بك أخويا، الله يبارك فيك. بخير الحمد لله، نشكر أخويا. عافاك أخويا، أنا كان تزوجت وجات عندي واحد البنية عندها في الماء في الراس، جاب الراس كبير. الله أكبر. وديتها، بقيت كنجري معها في السويطارات، ديتها لمراكش نفات 10 أيام، المهم مات عندها شهرين و18 يوم. الله أكبر، لا إله إلا الله. ودابا كنحلم بها، حلمت بها بين كبرات. نعم. واحد المرة ثانية حلمت بها بين درت ليها المعروف. إيه. وعاود ثاني حلمت بين كنحفر القبر. نعم. وكنحلم كتحلم بها، حتى المرة كتحلم بها بزاف. واحد ما عرفت حلمت بها بين بحال الا جا شي واحد، انا ناعس وهي ناعسه حدايا، وجا شي واحد بغى يديها وبغى يهزها، وجاتني رفيقه لقيته يلا بغى حيلا بغى يهزها من حدايا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله سي بوجمع خويا، الله يرزقكم الصبر، الله يرزقكم الصبر سي بوجمع. بس اخويا. وسي بوجمع المهمه ديالها صبرت عليها شويه، اللي حملت بها 9 شهور واللي رضعتها ومن بعد فقدتها، وصبرت ولا ما صبرت والو؟ المهمة ديالها جات عندها امها، جلست معها باش قابلتها ملي ولدت. اييه. ساعة جات مرضات عندها نيت هي، فبقات توفات. الله اكبر، لا اله الا الله. توفات ومن بعد ولات توفات ليها حتى هي البنية ديالها. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اكيد سيدي بوجمع هذيك الايام مرت عليكم عصيبة، جاءت الاوجاع متتابعة متتالية. اخويا. لا اله الا الله اخويا ابو جمعه، الله يفرج عليكم اخويا، الله يفرج عليكم ويصبركم ورزقكم الله تعالى صبر سيدنا ايوب. لا اله الا الله اخويا ابو جمعه، كيقول لك المؤمن مصاب، وهذا الشيء اللي وقع راه العقلاء من المؤمنين لا يكادون يحزنون. كيقول لك الذي يقع هو ان ربنا عز وجل يتنزه في ملكه، هو كيعطي وكياخذ سبحانه وتعالى. اخي ابو جمعه، لا شك أن هذه البنية اللي توفت لو فتح الله عز وجل لك باب الغيب واطلعت على الأسرار، ما شاء الله أسرار غريبة. نسيت أخونا أبو جمعة من ورزازات شاف رؤى منامية عن بنته اللي توفت له، كيقول بأنه مرة شاف بأنها كبرت. نعم، الأموات يكبرون في الدرجات، في الدرجات يكبرون، هناك مقامات يصلون إليها، فبنتك رأيتها كبرت، معناها تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ورأيتي واحد مرة أنك تحفر للقبر أو شو تبغي يديها لك، هذاك فزع، لأن الرؤى المنامية هناك الرؤية من الرحمن، وهناك الرؤية من الشيطان، وهناك أضغط أحلام. فمن اللي شفتها بأنها كبرت وأن شأن المعروف، معنى الحمد لله تعالى مقام رفيع، هذيك رؤية من الرحمن، ربي بغي يطيب خاطرك وبغى يعمر قلبك. ولكن ملي شفتي انك كتحفر لها القبر وشي واحد بغى يديها لك، هذاك الفزع، الفزع اللي كيكون في قلوب ديال الناس واللي كيوسوس في ابليس باش يخليك دائما حزين، كتفكر غير انك ضاعت منك، ملي كتبقى تفكر انها ضاعت منك وكانك تخدش ايمانك وكانك ما عندك ثقه في الله، وهنالك ابليس ينتصر. فاسال الله تعالى ان يرحم الجميع. صحابي جليل حتى هو كان كيتمنى يكون عنده وليدات، زاد عنده واحد المولود وفرح به وقال سأحمله إلى رسول الله لكي يباركه. هزوا النبي الكريم قال لي بارك لهذا المولود يا رسول الله، فالنبي الكريم بارك له، قرأ لي شوية القرآن الكريم، حط يده الكريمة عليه ودعا له ومشى ذاك الوليد. واحد المدة قليلة أيام معدودة الوليد مرض فوافته المنية، مات الولد، وشعر هذا الأب بحزن شديد. صحابي جليل، السنة التي بعدها المرأة حملت عاوتاني، بقى كينتظر المولود، أعطاه الله واحد الوليد، فقال لأحملنه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم قي يباركه. جابوا سيدنا النبي قال لي يا رسول الله واش عقلت عليا؟ انا لك العام اللي فات اللي جيت عندك ولدي راه مات ليا، ودابا اعطاني الله مولود اخر خلف علي بالخير، فخذه وبارك لي فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة عليه وقرأ عليه ما تيسر من القرآن ودعا له بالرحمة والبركة وقال اللهم اجعله له شفيعا، اللهم اجعله شفيعا. قالها في الأول، قال اللهم اجعل له شفيعا. فانصرف ذلك الرجل، دازت واحد المدة فإذا بالولد غادي يموت عاوتاني. ذاك الصحابي الجليل وقع عليه واحد النوع من الشك، قال كيف انا كيتولد لي المولود وكنديه النبي الكريم لكي اتبرك منه فاذا بالاولاد كيموتوا ليا، ما كاينه بركه، ودخل الوسواس تاع الشيطان. هذيك الليله هو نعس في المنام كيشوف واحد الرؤيه مناميه. احيانا الرؤى المناميه هما رسائل، سو سون دي ميساج، رسائل من السماء، بغى ربي عز وجل يعطيه مجموعه من القناعات. ماذا رأى هذا الصحابي الجليل في منامه؟ رأى وكأن القيامة قد قامت، وأن الناس قد خرجوا من قبورهم، وأن الشمس دنت من الرقاب بمقدار شبر، والناس كلهم يقولون الغوت الغوت، الكل يقول أغتنا أغتنا. وشوف راسه تهوية على شفا حفرة من النار، أراد أن يسقط، فقال أغيثوني أغيثوني الغوت الغوت. فإذا بدوك جوج الوليدات اللي ماتوا ليه في الطفولة ديالهم، بنوا ليه كأنهم من جنود الرحمن وكأنهم ملائكة الرحمن، هم بشر، وقد أعطاهم الله تعالى كرامة الشفاعة، كرامة الشفاعة. فقالوا يا رب اشفع لأبينا. فإذا بأحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ودخل إلى باب الجنة وكأنه ملك متوج، و الولدين شفعا له. فلما استيقظ من النوم شعر بخوف شديد، فحكى لزوجته ذلك الأمر. وتلك الليلة كان مع زوجته، مرت أيام حاملة الزوجة، من اللي حملت وضعت عوتاني، خدك الوليد قال لأحملنه إلى رسول الله. سيدنا النبي من شاف الوليد قال اللهم اجعله له من أهل القرآن وأهل الذكر. فقال ذلك الصحابي لا يا رسول الله، قل شفيعا شفيعا، قل شفيعا شفيعا. هؤلاء الأطفال اللي كيماتوا في المهد راك يعطيهم الله عز وجل مقام الشفاعة. مقام الشفاعة يعطى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أولا، ثم يعطى للأنبياء وللمرسلين، ويعطى للعلماء والأئمة المبجلين المقربين، ويعطى للشهداء، ويعطى للصيام، ويعطى للقرآن، ويعطى لصلة الرحم. ومن أبرز من يعطى إليهم في المقدمة مقام الشفاعة هم الأطفال اللي ماتوا في المهد. فأخي سيدي مجمع، لا شك أن ربنا عز وجل أراد لك ولزوجتك ولآل بيتك أن يكون لكم سند في الدار الآخرة يوم القيامة، في ذلك اليوم العصيب، في ذلك المشهد المروع، أراد ربنا عز وجل أن يجعل لكم سند، فأخذ منكم هذه البنية لتكون شفيعة. سبحان الله، الجدة اللي بغت تقدم يد الخير وتقابل الزوجة ماتت، هي في الأصل لا نقول ماتت، ما في موت. قال لك الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك بشارات لأموات المؤمنين اللي في قلبهم الإيمان، راه ملي كنموتوا حنا كنحزنوا وكنبكيوا، ولكن راه الحزن غير الفراق، وإلا راه الأموات في عالم البرزخ أرواح ينتظرون قيام الساعة، يكونوا فيما بينهم مجمعين سعداء، الآباء مع الأجداد مع أجداد الأجداد، فرحين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. فربنا سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهل، وإذا أخذ سوف يعطيك أضعافا مضاعفة. أسأل الله الكريم سيدي مجمع أن يعوضك خيرا في القريب العاجل، ويرزقك الله الذرية الطيبة، ويرحم الفقيدة. هذه الجدة
الله يرحمها رحمه واسعه ويسكن فسيح الجنات، والله يمتعك انت والزوجه ديالك بالمزيد من الموده والرحمه، ويعطيكم الله صبر سيدنا ايوب عليه السلام، ويجعل حياتكم المقبله كلها افراح ومسرات. قولوا معنا جميعا امين ايها الاحبه، امين امين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.